ايه رقصة المتجبسة دي؟ هو فرح؟ اه فرح، بلاش ارقص. لا ارقص يا حبيبتي، اليوم يومك برضه. ايوه طبعا. بس لابسه جلابيتي، انا اول ما دخلت افتكرتك. انا اعمل ايه، كان نفسي البس حاجه تشوفني بيها، ده انا كنت هقصها بس استخسرت. لا تقص ايه؟ لا كنت عايز اقول لك قص الجبس، بس مش هينفع نقص الجبس، لازم الاول نودي ام جوز امك في داهيه الاول، بعدين نفك الجبس. طب وبعدين؟ وانا كنت كمان عايز اكتب عليه حاجه. تكتب ايه؟ اكتب غلطه وندمان عليها. جوازك مني غلطه؟ لا لا لا، غلطه ان انا جبستك في ليله زي دي. طب وامك؟ افرض طبت علينا. لا لا لا، تلاقيش خالص، امي طالما بتتخانق يبقى مش هتيجي دلوقتي ابدا. طب يلا. مار واد يا مار، انت في اي داهيه؟ انت يلا جالك كلامي؟ مش قلت لك صايمه؟ ايوه يا ماما. ايه ماما كده سيبني وسط الخناقه وتخلع؟ انا ما خلعتش، انا كنت طالع عشان اجيب سلاح، لقيت بونبونايه عايزه ايه ياما؟ عايزك في كلمتين. انا اللي عايزك في كلمتين بقى بصراحه. لا كلمتين يا انا الاول. خلاص قولي لو كلمتين. شوف بقى، خلصوا الكلمتين اتكلم انا بقى؟ ما هم شوف بقى كلمتين، عايزه ترغي قولي عايزك في رغيتين. طبعا هتتكلمي بالنسبه لما صح؟ صح. بص بقى. نعم. اديك شفت ان بوز امها بلطجي ومش هيسيبك في حالك، وهي كمان اصلها شمال. بس ايه هتخضني يالا؟ يا كريمه دي اعراض ناس، حرام عليكي. ناس ايه واعراض ايه؟ البنت تسمع. تسمع؟ اه. هتسمع من فين؟ يا رب تكون سمعاني وتغير. تغير ايه؟ تغير افكارها ناحيتي وانا اغير افكاري ناحيتها، واحنا الاثنين نفكر ناحيتك. ادخلي نامي يا ماما، ادخلي نامي الله يكرمك عشان ادخل انا. تدخل فين؟ لا مش فين، ادخل بس لغايه دلوقتي ما دخلتش. معقوله؟ بص بس ادخلي نامي عشان ادخل انا. ولا اصبحي على خير، انت هتتخانقي معايا انا كمان؟ يعني ما كفاكيش طلبه؟ ادخلي نامي بقى يا ماما بقى. ادخلي نامي. اصبحي على خير. احلى خير، اتفضلي. يلا اصبحي على خير. اصبحي على خير. هدي نفسك كده عشان حرام اللي انت بتعمليه في نفسك ده. حرام يا ماما. حرام. على فكرة أمي بتحبك جدا. لا بقول لك بتحبك جدا والله، بس هي فهماكي غلط. أنا شمال. عارفة لو فهمتك صح هتكرهي تموت، بس أنت اهدي وربنا يكرمك كده. ويعني أنت يعني اهدي بس، اهدي اطلعي بالراحة. والله أنا بخلق لها بالراحة، بس بالراحة الله يكرمك، اطلعي بالراحة عشان ما تحسش بينا.